هذه هي الحقيقة. الكثير يربح آلاف الدولارات وأنت نائم، وكل هذا مجانا فقط بالهاتف. لاحظ كلها أرباحي بدون أي رأس المال ومجانا وبسهولة جدا. ألا تعرف كيف يمكنك أن تقوم بتدوير العجلة فقط سبين بهذه الطريقة؟ هكذا تقوم بعمل سبين، تقوم بربح المال وتقوم بسحبها إلى أي والد خاص، ويمكنك أن تقوم بجبد هذه الأموال إلى أي بنك في العالم. كل شيء هذا ستعرفونه معي في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة قسمار البشكوانة، وفي حلقة جديدة حول الربح من الانترنت. ان شاء الله حبيبي الكرام، في حلقة اليوم اعتقد مشاركتكم احد طرق الربح فقط من الهاتف وبدون رأس مال وبدون اي خبر. ابقى معي لكي تفهم كل هذه الامور السهلة وكيف استطعت في تحقيق عن ما يزيد 550. اول شيء احبتي الكرام، نقوم بالدخول الى هذا الموقع، رابطه سوف تجده اسفل هذا الفيديو. تقوم بالتسجيل فقط بالايميل الخاص بك بالنقر على الساين اب او ساينين، تقوم بتسجيل الايميل الخاص بك والباسورد، ثم يجب الباسورد. اذا اعطاك التفعيل تقوم بالدخول الى الايميل الخاص بك تقوم بتفعيله. ساتوشي اير هنا. كذلك سنقوم بالاستعانة بالموقع الثاني، كذلك سنقوم بالربح منه فقط بالسبين. هذه المواقع نقوم بالربح منها فقط بالسبين، ساريكم الطريقة. لاحظ معي جيدا هنا، هذه جميع اثبات سحوباتي كما تراها انت هنا، عن ما يزيد 550 دولار او اكثر من هذا الموقع، كله على عملة البيتكوين. يمكنك ان تقوم بالسحب على USDT، البيتكوين، ترون او اي عملة الكترونية. سهل هذه الاشياء سهلة بمعنى الكلمة. اول شيء احبائي الكرام، قبل انك تقوم بالمشاهده فقط ادعمونا باللايك لك لهذا الفيديو، تعليق مع فيس اسفله، واي تعليق كما اشر لي فهو مشارك في المسابقه التي نقوم بعملها في الاخير، واختيار دائما في كل فيديو فائز يربح رصيد باير عالم. كذلك لمن استطاع ان يقوم بدعمنا ببارتاج، يقوم ببارتاج في احد المنصات كما يحلو له وتكون ممتنا له. عالم هنا احبتي الكرام، كما اشرت لي هذا هو الموقع الاول، طريقة الربح منه فقط من السبين، ساقوم بشرح لكم الطريقة. نعم تقوم بانتقال انت فقط هنا على من هذه الطريقة، هكذا تقوم بالدخول هنا على اكي، هكذا بهذه الطريقة ستأتيك هذه الواجهة. هنا اذا اردت انك تقوم بعمل ديبوزيت، تقوم بلعب بعض الالعاب هنا، وهي العاب مربحة، لكن نحن سنقوم بالاعتماد فقط هنا على هذه التغني بهذه الطريقة، هكذا تقوم بان نقر عليها هكذا. لاحظ معي جيدا هنا، تقوم هنا تدوير هذه العجلة فقط. نعم تقوم بتدويرها وتقوم بربح عليها الاموال. هنا لدي 84000، هنا تقوم بتحويل تلك الاس اكس تي احبتي الكرام، ساقوم بتحويلها الى بيتكوين او USDT واقوم بسحبها عادي، وسترى الارباح من مباشره في المحفظه الخاصه. بنقوم بادخال هذه الكابتشا هكذا. بعد قيامك بهذه العمل هنا، يمكنك ان تقوم بتدوير هذه العجله كل 30 دقيقه، تقوم بتدويرها. كذلك يمكنك ان تقوم بالربح من هذه الهديه اللي الفوق التي تراها، تقوم بالربح منها كل احبتي الكرام كل مانداي. نعم تقوم بربح هنا هذه. انا ساقوم بتحويل هذا الرصيد الذي لدي على هذه الطريقه هكذا، ساقوم بتحويله انا عادي جدا، نقوم بان نقر هنا على هذه الفلاش في الفوق، ساقوم بتحويله الى عمله البيتكوين. انا اسحب فقط على عمله البيتكوين، ان البيتكوين منخفض، وانا اجمع عمله البيتكوين احبتي الكرام، فهي كل شيء. لاحظ معي جيدا هنا يقول لي هل تود ان تقوم بسحب تلك الكميه كلها التي لديك مع من هذه الاس اكس تي الى بيتكوين. تقول له هنا، يقول لك قم باختيار هنا اي عمله الكترونيه، ترون يا البوست يا سولانا يا اليوز دي تي اكس ار بي، اي عمله الكترونيه يمكنك ان تقوم بتحويلها لي. انا ساقوم بتحويلها فقط هنا على البيتكوين، قم بعمل الكميه كلها كما ترى هكذا، ثم اقوم بان نقرنا على كونفرتير بهذه الطريقه هكذا، او كونفرت نعم بالانجليزيه، وانا استعمل هنا الفرنسيه. نقوم بالنقل نحن لكونفرت بهذه الطريقه هكذا، وهو تحول الرصيد كما يظهر لكم هنا في الاسفل، تحول الى بيتكوين. سنقوم بعملها هو على بيتكوين هكذا، ساقوم بسحبه انا الان يا احبتي الكرام، ساقوم بالدخول الى هنا، ثم تقوم بالدخول هنا على ووتخات بهذه الطريقه هكذا ساريكم، تقوم بان نقر هنا على ديبو بهذه الطريقه هكذا، ستاتيك هذه الواجهه. هنا تقوم بهنا عمل هنا سو ديزيستي بهذه الطريقه هكذا، وتقوم بسحب المال الخاص بك. هنا تقوم بوضع هنا البي تي سي الخاص بك هنا ناتيف، هنا المونطون كله بهذه الطريقه، تقوم بوضع الادريس الخاص بي انا كما ترون هنا. لقد قمت بوضع هنا الوالت الخاص بي، بعدها اقوم بعمل انا هنا
الكيمياء كلها، ثم هنا ديزيستي بهذه الطريقة هكذا. يقول لي لقد تمت العملية بنجاح، فقط قم بعمل كونفيرميشن، قم بأنك على الرابط الذي رابط تحويل ستجدوه في الإيميل الخاص الذي قمت بالتسجيل به في هذا التطبيق أو هذا الموقع. الآن بعد طلب السحب سوف أتوصل به في المحفظة الخاصة به، وراء دائما أعمل لكم إشباه السحب. ها هو السحب هنا، سوف أتوصل به نعم في ساعات إحباتي الكرام، سوف أقوم بالتوصل به. مرة يعطيك في 15 دقيقة، مرة في ساعة، مرة في 3 ساعات 4 ساعات، على حسب طريقة الدفع الخاص به. هناكم أسفل هنا طريقة الربح فقط بهذه الخاصية. إما إذا أردت أن تقوم بلعب بعض الألعاب، يمكنك أن تقوم بالانتقال إلى أكو هكذا وتقوم بلعب هنا بعض الأشياء. هنا راه يربحون منه آلاف آلاف الدولارات نعم. ودائما هنا سوف تجد الرصيد الخاص بك دائما هنا الفوق، يمكنك أن تقوم بعملها كونفيرت بهذه الطريقة عندما تصل إلى 30,000. موقع مربح للغاية، وكما أشير إلى كل اثنين إحبتي الكرام تقوم بالدخول هذه الخانة وتقوم بالحصول على البونس الخاص بك. الآن سنقوم بالانتقال إلى الموقع الثاني، وهو موقع هنا اللايت كينج. هذا الموقع كذلك أنا أربح منه فقط من السبين، وكذلك هنا بعض الألعاب يمكنك أن تقوم بالولوج بها وتقوم بربح عليه الأموال. هنا أنا لازلت هنا في الخانة السون، ودائما أربح من الفري سبين هنا كل ساعة، فقط تقوم بإدخال هذه نعم يعطيك إياه كل ساعة، تقوم بعمل بهذه الطريقة فري سبين هكذا وتقوم بجنريت هنا. أنا لقد قمت بالربح هنا 100 مرة، 800 مرة، 600 على حسب كل ساعة. عندما تود أن تقوم بسحب الأموال الخاص بك تقوم بالانتقال إلى هنا إلى والد هكذا وتقوم بسحبها عادي إلى هنا نعم. صراحة هو الحد الأدنى للسحب هو 0.01 هنا على عملة اللايت كوين. موقع غاية كذلك هذا، يمكنك أن تقوم بالربح منه كذلك فقط من السبين. وإذا أردت أن تقوم بشحن حساب خاص بك فقط تقوم بشحنه بالديبوزيت هكذا، تقوم بشحن اللايت كوين وتقوم بلعب هذه الألعاب هنا نعم. أعلم. والآن أحبتي الكرام، بعد أن قمنا بعمل هذه الأشياء كلها سنقوم بالذهاب والتعرف عن من الفائز في آخر حلقة. هنا الرابط الخاص بهذا، نقوم بعمل له كوبي للأدرس لين بهذه الطريقة هكذا، نقوم بالانتقال إلى هنا، بعدها نقوم بعمل هذا كولي لهذه الطريقة هكذا، بعدها نقوم بنزول الأسفل، نقوم بإدخال هنا هذه الكابتشا على هذه الطريقة هكذا، هنا 14 بهذه الطريقة هكذا، ثم هنا جيت يوتيوب كومنت على هذه الطريقة ونتعرف عني من الفائز أحبتي الكرام. هنا التعليقات كما أشرت إليه، أي تعليق كما كان سوف تكون من الفائزين. فقط قم بعمل لايك للفيديو، تعليقك كيف ما كان، وقم بمشاركة في القناة إذا أردت أخي الكريم. قم بالتعرف عني من الفائز هنا نعم كما يترك. هنا الامبراطور، الامبراطور الاول كالعادة، احبك في الله اخي الكريم نعم. تحياتي لكم من المنبر، رسلني على الانستغرام الخاص بك لكي تأخذ الهدية الخاصة بك، ودائما مع المسابقات فقط لايك لايك لايك، تفاعل احبتي الكرام، احبكم في الله، ولحلقة مقبلة ان شاء الله.